Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire avec vous les mini cakes au chocolat qui sont très tendance. Ici dans la recette, je vais vous faire. Je vais vous donner une technique qui est très facile. J'ai fait le montage dans le moule. J'ai fait la crème au beurre au chocolat. Vous voulez faire la mousse au chocolat. Dans le sandwich, je vais vous donner les ingrédients et je vais vous donner le lien qui fait la mousse au chocolat. Et j'ai le biscuit au chocolat. Pour la décoration, dès que la décoration, comme la décoration, les coupes de chocolat, vous êtes voilà rose. Aujourd'hui, les mini cakes au chocolat. Inch'Allah, vous verrez d'autres recettes. Nous les mini cakes au citron, les mini cakes aux fruits ou les mini cakes à la vanille. Voilà, qui m'a dit comme انا بسطها لكم عطيت لكم واحد الطريقه تجي تري فاسيل لو مونتاج تاعكم ديروه في لو مول الوغ دوك هكذا نخليكم مع الوصفه الوغ هنا باش نوجدوا لا كريم او بير او شوكولا هنا عندي 4 صفار بيض عندي 150 غرام سكر وعندي 60 غرام تاع الماء هنايا السكر والماء نحطو في الكاسرونه نوجدوا ان سيرو كوي 117 وهنايا نوجد لا ميرينغ ايطاليان هنا عندي 52 غرام تاع بياض البيض عندي هنايا 75 غرام سكر و 30 غرام ماء وهنا عندي لا مارغرين هنا لا مارغرين كانت شويه جامده ذوبتها شويه في لو باماري لا مارغرين تاعي لازم تكون طومبيراتور امبيونت دوك انا نضربها بالباتور نرضها بوماد وهنا عندي شوكولا نوار انا حنستعمل 60 غرام تاع شوكولا نوار الوغ دابور نبدا نخدم لا ميرينغ ايطاليان الوغ هنا كيما قلت لكم 52 غرام بياض البيض دوك نطلعو بالباتور تولي عندي رغوة باش نحط لهم لو سيرو تاعنا اللي قلنا سكر 75 غرام والماء 30 غرام هنا راني نخدم بان فوي خاطرش لو ريسيبيون تاعي مضيق وعندي كونتيتي صغيرة تاع بياض البيض ندير الشوكولا ديالي دوب هنا لو سيرو ديالي راه وجد 117 درجه نحطو اون فيلي ونقعد نضرب حتى نحصلو على اون ميرانك شاده روحها فوالا نتحصلوا على لا ميرينغ ايطاليان تجي شاده روحها نخليوها دو كوتي هنا نوجدو ان دوزيام سيرو هنا اللي قلنا 60 غرام ماء و 150 غرام سكر اونتر تو هنا 4 صفار بيض نطلعهم بالباتور فوالا لو سيرو تاعي راه وجد هنا شوفوا لو سيرو لازم السكر هذاك كاع يدوب غير يبدا يغلي حسبوا له زوج دقائق وطفوا عليه دوك هكذا نحطو اون فيلي ونقعد نضرب بالباتور حتى نتحصلوا على لو ميلونج تاعنا يتكلير سا يولي شويه ثقيله شوفوا هنا لا ميرينغ ايطاليان كي تكونوا ضربوا بها بالباتور كي تمسوا الريسيبيون تاعكم تصيبوا لو ريسيبيون تاعكم بالردة هنا الصفا نخليه شويه تياده هنا شوفوا كيفاش نتحصلوا على لو ميلونج تاعنا شوفوا هنا لو ميلونج تاعنا كيفاش يجي يجي ثقيل شويه تتحصلوا على هذا الميلونج كي تمسوا هكذا لو ريسيبيون تاعكم مازالو تياده على مارغارين ولا شفتوها شويه جمدت عاودوا حطوا الريسيبيون تاعكم في لو باماري خلطوها شويه بلا سباتول تولي شويه تلقى روحها
هنا باش تخرج لنا لا كريم اوبر تاعنا ليسا باش تكون لا تمبيراتور تاع لا مارغارين كيما لا تمبيراتور تاع لي جون دوف اللي طلعناهم بلو سيرو. الو هنايا نحط شويه بشويه. دوك هنا لا مارغارين نحطها بشويه بشويه. فوالا نتحصلوا على لا كريم او بار. هنا لا مارغارين سيت ما قلت لكمش مع الاول حطيت 200 غرام تاع لا مارغارين. شوفوا لا كريم او بار هنا مازال ما كملناهاش. شوفوا تجي ليس تجي شابه. شوفوا تجي ليس وتجي شاده روحها. هنا نبدل الريسيبيون ندير ريسيبيون واسع شويه. هنا شوكولا اللي ذوبتها قلنا 60 غرام. شوفوا لا كريم اوفر هي بدات تبان. هنا نخلطوا لها لا مورينغ ايطاليان باش تجي خفيفه. تجي بزاف خفيفه هاد لا كريم اوفر. تقدروا ترومبلاسيو لا كريم اوفر بلا موسا وشوكولا. نحط لكم في صندوق الوصف كي تحبوا ديروا لا موسا وشوكولا. نحط لكم لي زانغريديون. فوالا شوفوا كيفاش تجي تجي ليس وتجي شاده روحها. تبعوا برك لي زيتاب. لا مارغارين تاعكم ما لازمش تكون بارده. ولا شفتوها جمدت لكم ديروا الريسيبيون تاعكم فوق لو با ماريا. حط لا ميرينغ هنا نضرب الباتور جوست لا ميرينغ برك تتخلط. روحوا بلا بروميير فيتاس. فوالا ولا كريم او بار تاعنا راهي واجده. دوك هكذا نديرها في لابوشادوي. الو هنايا عندي البسكوي او شوكولا. هنا باش ما تجيناش لا فيديو طويله هنا خدمت ديجا معكم البسكوي او شوكولا. نحط لكم لو ليام. هنا شوفوا لو بسكوي تاعكم او شوكولا وجدوه قبل ما توجدوا لا كريم او بار او شوكولا. هنا سي لا غاناش او شوكولا. لا غاناش او شوكولا ما درتهاش طون بورطون. درت 200 غرام ولا 200 مليليتر تاع لا كريم فريش ليكيد. وعندي شوكولا نوار 150 غرام. هنا شوكولا نوار دوبتها او باماري. لا كريم فريش ليكيد تاعي 200 غرام حطيتها في الكاسرونه ترفد معايا الغليه ونحطها زوج خطرات على لو شوكولا نوار. مازالها سخونه اون سي جامي ولا جمدت لكم ديروها في لو باماري. هنا شوفوا هنا لاوتور 4.5 وهنا لو ديامتر 8 سنتيمتر. كي ندي مولي لو مول ديالي ما لازمش نشوف لو بيسكوي. الوغ حكمت مول يكون قل عليه بنص سنتيمتر. هذا اللي حنقطع به البيسكوي اللي يجي من تحت. هنا لو ديامتر تاعو 7.5 وهذا اللي يجي شويه مضيق عليه لو ديامتر تاعو 6. هنا باش ما يبانش كاع لو بيسكوي قبل ما نبدا لو مونتاج نقطع البسكوي اللي يجي من تحت. هنا نقطع البسكوي اللي يجي في الوسطى. هنا كي تخدموا كونتيتي ديروا دو بسكويه. نحكم توجور ان كارطون. نحط شويه لا كريم. هنا البسكوي تاعي باش ما يبوجيش. فوالا لا بياس لي تجي من التحت نحطها. فهمتوا لو برينسيپ؟ لازم يكون شويه فراغ باش كي نديمولي نشوف غير لا كريم في لو تور. سي هو 30 ندير غير شويه.
نحط الكريم، الكريم وبيض وشوكولا. نبدا توجور في لي كوتي. شوفوا علاش نخدم بليمول، تجي الخدمه متحوفه. نحط لا دوزيام بياس، نسيت ما درتش لي سيغوا، هنا ديروا لي سيغوا، ديروا غير شويه ما تكثروش بزاف، البسكوي خفيف بزاف. ها نزيد نحط لا ثالثه بياس، نشربوا شويه. فوالا نكملها بلا كريم. نديرها ميم نيفو. فوالا نزيد ندير معكم دوزيام. جوزو لها تمتم شانيمو، ما تطولوش بزاف عليها باش لا كريم وبير ديالكم ما تدوبلكمش. سينو كي جوزوها كاع بشانيمو عاودوا دخلوها الكونجيلاتور تشد روحها باش نديرو لا ديكوراسيون. هنا نبدا ندير لا غاناش شوكولا، بسم الله ندير غير في لي كوتيه.
شوفوا دخلتهم الكونجيلاتور واحد 5 دقائق برك، كي دوزت لها باش انيمو هذيك الزبده شويه دابت. ها فوالا، الوغ هنايا خليتهم 11 دقائق في الفريجيدار، تقدروا ديرهم 5 دقائق في الكونجيلاتور. هنا نوجدوا لا ديكوراسيون تاعنا، نكتوش بزاف لا ديكوراسيون.